Samo Media. Shirin orzularingiz tiniq aksidir. Thank you.
مشکل اخوال سلم باش نیه عبدالوی لبکلر بریش وزی حقی اولار دایر مسی، اشیم سعی دفیتی مسی، وزی حقی اولار دایر مسی، یازگان غمال کل مسی، اولش ایر نگاور آرت. Yozlanıb amal qılmasın Uli şairini azar artı Dünya odurken əsli bradır Həngə tülə bazar artı Dünya odurken əsli bradır Həngə tülə bazar هر بردم تار آرتی سما میدیا شیرین آرزولرینگیز تنق اکسیدر عشق دارد مو
دين بو قطي درتلر أراي وسلي دو أسمو دين Sahar yığları seni bulbul Söz otsa gülüze orundan öy Korayğay Korayğay çıhreyi sünbül Dilli ağzımdan Horayğan ey çihreyi sünbül Tüllik ağzımdan ey Yok namdarımdan ey
نیچه یل اتی کلمه ده خبر یوک نم دارم دنه یک نزاکت ایچنه
سنی کبیدر دانایی دور خدی نوراستی لرزانیم یا قربان ولم یار سنا قربان ولم زکات من سنی روی گلستانی قربان ولم من سنا قربان ولم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغلاقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني زل في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا ربنا تقبل منا ختم القرآننا إلى روح سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات. بلغ ثوابنا ما قرأنا ونورنا ما تلوناه من القرآن العظيم. Bakı Perverdigar, bana bu iltetoyunda okulgen hatmi Kur'anlarımızdan bugün sahablarını cümle ötken ümidvarlarının ruhlarına, hasreten sahibi hayratlar tamallardan ötkütken ata avlat, ana avlat, berçe avladı eydallarının ruhlarına fi sabilullah hedaya eyledik. İhsange sebepçi buluyetken farzanlarımızını gelecekte bahli, saadatlı bulmalığını Perverdigar senden sureyimiz. Gözlerini kuvantiradigan, oğul kız, salih ve salihat farzanlar bilen serafraz eylegeysen. Allahümme gufir lana veli valideyna veli asatizina veli cemi'il mu'minina al-mu'minat vel muslimina vel muslimat. Allahümme rabbana atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Rabbana hablana min azvacina وَزُرُّيَاتِنَا كُرَّةَ أَعْيُونٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Hech kutmagin ko'rib ko'rilmagan yerdan Izzat hurmat hech kutmagin ko'rib ko'rilmagan yerdan Aql bo'lsang so'z aytmagin navbat berilmagan yerdan Aql bulsan söz aytmagin navbat berilmagan yerda Aqli butunlar unutmas Quruq yog'ochga barg bitmas Aqli butunlar unutmas Quruq yog'ochga barg bitmas Aqlli el maskan tutmas Aqlli el maskan tutmas Xulqi sevilmagan yerda Aqlli el maskan tutmas Xulqi sevilmagan yerda Amin Alhamdulillah 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 Ladhi at'amana هذه التعامنا وسقنا وجعلنا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
Samo media. Shirin orzularingiz tiniq aksidir.